بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع مهم جدا. شغال يا عم، دي السماعة دي، ملهاش علاقة. ماشي، موضوع مهم جدا يا شباب. ازاي تكريت اديشنال دومين كنترولر؟ احنا ما زلنا ان ذا سيم دومين. دي طبعا الكلام بتاع المره اللي فاتت ولا نسيتوه؟ ماشي، عايز اكريت اديشنال دومين كنترولر. لازم ليه؟ لو عندك فيزيكال لوكيشن تاني، لو عشان الدنيا وقعت صح، او من نوع من انواع الريدندنسي، الوفره يعني، ريدندنت يعني وفره. ماشي، طيب ازاي تكري بقى اديشنال دومين كنترولر؟ بتجيب مكنه، افترض انها ستاند الون سيرفر عادي خالص، جبت البروبرتيز بتاعته اللي هو كمبيوتر نيم، مكنة انا مسميه اديشنال، هو فورك جروب. مش شرط الاديشنال يكون جوين دومين، يعني مش شرط المكنة بتاعت الاديشنال تكون جوين دومين. هو دلوقتي انت لما تعمله اديشنال هو يعمل خطوتين في خطوة واحدة، هيجوين الدومين اللي اسمه abc.com او دوت لوكال، بلس ان هو هيرقي نفسه اديشنال دومين كنترولر. معايا كده؟ صعب الكلام؟ طيب هتأكد بس ان المكنة دي مشاورة على الدي ان اس. هي مشاورة على الدي ان اس، الدي ان اس بتاعي 1.29. ماشي، هروح جاي هنا ايه له ايه دي سي بروم. ماشي، فاجي على المكنه اللي انا عايز اعملها اديشنال دومين كنترولر واقول له ويلكم تو ذا اكتف دايركتري انستليشن ويزرد، نكست نكست. هقول له ايه بقى؟ دومين كنترولر فور ا نيو دومين. لا انا اوريدي عندي دومين صح كده، انا عايز ده يبقى اديشنال دومين كنترولر فور ان اكزيستنج دومين، لدومين موجود. هروح له نكست. قال لي قول لي مين، معلش انا بختار ايه، يا دومين كنترولر اديشنال دومين كنترولر فور ان اكزيستنج دومين. ماشي، نكست. طيب قال لي طيب قول لي انت مين اللي من حقه يعمل اديشنال دومين كنترول؟ مين هو؟ الدومين ادمن، الادمنستريتور بتاع الدومين صح كده. هروح قايل له انا الادمنستريتور، ادمنستريتور الباسورد بتاعتي باسورد، والاكونت دوت في الدومين اللي اسمه اي بي سي. بس انا مش فاكر مسميناه ايه، دوت كوم دوت كوم. واروح قايل له نكست. هيجيبها لا هيسأل الدي ان اس وهيجيب. ماشي، لا لازم يكون ادمنستريتور على الدومين اللي يقدر يعمل اديشنال دومين كنترولر، لازم يكون ادمنستريتور على الدومين. هو يظهر كده والله اعلم ان المكنة اسمها abc.local. اي بي سي دوت لوكال يا اولا، وما تبقاش تفتي تاني. ماشي، دي فرصه سعيده، فرصه نظيفه ان احنا يطلع لنا الايرور مسج دي ونفهم ان اي ايرور في الدي ان اس انسى انك انت تعمل اي حاجه، فعلا فرصه نظيفه. طيب هروح قايل له اي بي سي دوت لوكال، هروح قايل له نكست. اجيبها طبعا ايه على طول فور رير. ماشي خلاص، طب براوز كده على الدومين الله يكرمك. الدومين اسمه اي بي سي دوت لوك صح كده؟ المره اللي فاتت انا بقول له انا عايز اعمل اديشنال دومين كنترولر وانا فلان الفلاني، والاديشنال دوت في الدومين ده. ماشي، اي بي سي دوت لوك. ماشي، واروح قايل له نكست. ادي الداتابيس بتاعتي، وادي اللوك فولدر، وادي السيس فول،
وادي الريستور مود باسورد، خليها باسورد مثلا. طبعا كل الكلام ده انتوا عارفينه، دي الباسورد اللي هستخدمها لما اجي اعمل ريستور. مهمة بس هوريك لو نسيتها تعمل ايه، واقول له نيكست. بص بقى بيبدا يعمل ايه، شايف بيبدا ياخد كوبي منين؟ احنا المره اللي فاتت قلنا منين، من مين؟ من الدومين بارتيشن والكونفيجريشن بارتيشن والسكيما بارتيشن والابلكيشن بارتيشن لو انت مظبطه كده. ده بقى موضوع حلقتنا النهارده. احنا عايزين نشوف ايه بعد ما نعمل الدومين كنترولر ده، نشوف ايه عمليه الايه الريبليكيشن اللي تمت دي. صعب الكلام؟ في مشكله؟ طيب انا عايزك بقى تشوف المسج دي وتركز معاها كويس قوي. هو دلوقتي خلاص خلص الايه الانستليشن بتاع الاكتيف دايركتوري. فاكرين احنا لما كنا قلنا ان الاكتيف دايركتوري اي دومين كنترولر عشان ينزل يقعد لازم ينزل يقعد جوه سايت؟ فاكرين لما دخلنا في الادمنستريتيف تولز هنا وفتحنا الاكتيف دايركتوري سايتس اند سيرفيسز؟ فاكرينها؟ فاكرين لما عملنا رينيم للديفولت فيرست سايت نيم وسميناه نصر سيتي؟ فاكرين لما عملنا سايت تاني اسمه اليكس وعملنا سبنت لكل سايت وربطنا كل سايت بالسبنت الخاصه بيه؟ طيب انا دلوقتي عندي 2 سايت ماشي. تفتكر الدومين كنترول اديشنال ده هينزل يقعد فين؟ في اليكس ولا في نصر سيتي؟ الله يفتح عليك. تعال نشوف بقى يا معلم هنا السبنت ماسك بتاعتي مين اللي تخصني؟ انا اللي تخصني 1-0 لان انا سبنت 1 صح كده. فتعالى كده نجيب البروبرتيز بتاعت السبنت دي، هتلاقي ان السايت اللي مربوط بالسبنت دي نصر سيتي صح كده. تعالى بقى نروح هنا للاديشنال. بص بقى تلاقيه بيقول لك ايه، بيقول لك اكتيف دايركتوري از ناو انستولد اون ذيس كمبيوتر. حلو كده. This domain controller is assigned to the site Nasr City. ليه؟ ها؟ عشان السبنت. يبقى اذا انا لو كنت رحت فرع الشركة اللي في اسكندرية وعملت additional domain controller هناك كان هينزل اوتوماتيكالي في السايت اللي اسمه اليكس، يعني كان هيلاقي نفسه ينتمي للسبنت دي 2 اللي مربوطة بالسايت اللي اسمه اليكس. ماشي. والراجل مشكورا بيقول لك لو عايز تمانج موضوع السايتس ده هو تبقى افتح اكتيف دايركتوري سايتس اند سيرفيسز من الادمنستريتيف تول. ماشي. هروح قايل له فينيش واعمل كام ريستارت يا شباب، واعمل 2 ريستارت. يعني لا كفايه ريستارت واحده دلوقتي وخلاص، انت تبقى عارف انك في الحياه العمليه انت تعمل 2 ريستارت، واحده هو بيطلبها منك واحده من عندك. ماشي. طيب عايزين نشوف بقى ده دومين كنترولر. فطبعا زي ما اتفقنا تول بارز هنا، نيو تول بار، ماي كمبيوتر، كنترول بانل، ادمنستريتيف تولز. وتعالى نشوف بقى الدومين كنترولر ده هو خد كوبي من ايه وايه وايه. فاهم كده؟ واحده واحده معايا عشان ده ترجمه للكلام العمل النظر اللي خدناه المره اللي فاتت. ماشي. تعالى نبدا نفتح الدومين بارتيشن. مين هو الدومين بارتيشن؟ دي بي سي. يعني بتشاور عليها بأني كونسول؟ اكتف دايركتري يوزرز اند كمبيوترز صح كده. تعال نفتحها اكتف دايركتري يوزرز اند كمبيوترز. ادي اي بي سي دوت لوكال. ده خد او يو اسمها اتش ار ومكريت لي جواها اكونت. ده خد او يو اسمها انتجريشن، ده خد او يو اسمها اي تي، ده خد او يو اسمها ماركتنج، ده خد او يو اسمها سيلز معايا، ده في يوزر اسمه احمد سرحان، ده في مش عارف ايه. اذا هو نسخه طبق الاصل في من الدومين كنترولر البرايمري في الحته بتاعه الدومين بارتيشن صح. ما هو مش ده اديشنال ليا حتى لو يعني اليوزر بيه. اليوزر العادي ايوه طبعا يعني اليوزر اسكندريه برضه كل حاجات مش احنا دومين واحد يا ابني. ماشي. يعني انت دلوقتي لو عايز توثنتيكيت هتوثنتيكيت منين؟ يا اما من ده يا اما من ده صح كده. انا هوريك ازاي تعملها، ازاي تظبطها، ازاي تفورس اوثنتيكيشن من دومين كنترولر واحد لما اشرح لك قصه الاوثنتيكيشن دلوقتي. بس انت فاهم القصه دي، ده الدومين بارتيشن. طيب تعال نشوف بقى الكونفيجريشن بارتيشن. كونفيجريشن بارتيشن كنت بشاور عليه من اكتف دايركتوري، ها
سايتس اند سيرفيسز صح. تعال نفتحها كده ادي السايتس. اه ده انا عندي 2 سايت اهو وعندي كام سب نت وعندي 2 سب نت يا سبحان الله. يبقى اذا ايه ها انا خدت ايه ها خدت كوبي من الكونفيجريشن بارتيشن بالظبط. شفت الكلام احنا بنقول المره اللي فاتت؟ طيب يعني انا دلوقتي لو فتحت نصر سيتي هلاقي فيها 2 دومين كنترولرز اه الدي سي البرايمري والاديشنال. معايا كده؟ صعب الكلام؟ طيب طب هل خد كوبي من السكيما بارتيشن؟ اكيد. طب اعرف منين؟ والله لو رحت هنا عملت رايت كليك على اي يوزر او اي كمبيوتر او اي جروب وجبت البروبرتيز هتلاقي ايه؟ هتلاقي هي دي الزراير اللي موجوده على نفس الجروب دي هناك على البرايمري دومين كنترولر. صح؟ مش السكيما عباره عن شويه الاتريبيوتس دي؟ صح؟ يعني تعالى تعمل دوت عصام ده بروبرتيز مش هي دي؟ اهي شايف؟ مش هي دي الزراير بتاعتي؟ صح كده؟ بس هي يعني كده عشان خاطر الشاشه كبيره انما لو قللتها بص تلاقيهم نزلوا تحت بعض. صح؟ مش هنا فيرست نيم ولاست نيم وديسبلاي نيم وديسكريبشن؟ اذا هو فهم كل الاتريبيوتس بتاعت كل الناس. صح كده؟ تمام. يبقى هو ده خد كوبي من الايه؟ من السكيما بارتيشن كمان. اه طب تعالى نشوف بقى خد كوبي من الابلكيشن بارتيشن ولا عشان دي تهمني جدا جدا جدا. الابلكيشن بارتيشن قلنا هي ايه؟ الاكتف دايركتري زون بتاعتي في الدي ان اس صح؟ طيب احنا هنا في عند البرايمري دومين كنترولر لو رحت هنا في الادمنستريتيف تولز ركز معايا جوده وفتحت الدي ان اس ادي الزون اللي اسمها اي بي سي دوت لوكال صح؟ بروبرتيز جنرال هي نوعها ايه؟ اكتف دايركتوري انتجريت. طب هتريبليكيت لمين؟ احنا قلنا الديفولت بتاعها انها بتريبليكيت لكل الدي ان اس سيرفرز في الدومين ده. يبقى كده مفيش كده مفيش هناك لان لازم يكون دي ان اس هناك يعمل مني مثلا سكندري زون اريبليكيت لي. حلو كده؟ انما لو قلت له انت هتريبليكيت لكل الدومين كنترولرز في الاكتف دايركتوري دومين يبقى انا كده بحطها في الابلكيشن بارتيشن فيحصل لها ريبليكيشن مع الدومين كنترولر صح؟ يبقى اذا الدومين كنترولر اللي هناك ده المفترض يكون عنده الزون دي صح ولا غلط؟ بس في حاجه انا ما نزلتش دي ان اس هناك وانا نزلت دي ان اس هناك مش محتاج طبعا انزل دي ان اس لان ما عملش دومين من اول جديد صح؟ انما اشوفها ازاي؟ سوري اشوفها ازاي دي؟ اشوفها ازاي؟ يعني لو جيت قلت له دلوقتي هنا ادي الادمنستريتيف تولز مفيش حاجه اسمها دي ان اس صح؟ طب تعالى كده ننزل دي ان اس ونشوف هنفتحه اوتوماتيكالي نلاقي الزوم جوه ولا لا؟ تيجي؟ ماشي. تيجي؟ طب لو نزلنا دي ان اس ومش مختارين الاوبشن ده وعايزين لا مش هتلاقيه مش هيربليكيت اه ادي عقود الاسطوانه تحب تغيرها؟ تحب عشان نشوف الفرق؟ اه بص تعالى هنا في الدي سي العادي اوف هنا جنرال قول له ريبليكيت للدي ان اس سيرفرز في الاكتف دايركتوري مش للدومين كنترولرز. معايا؟ اه بس الابلكيشن بارتيشن ده الدومين كنترولر ده لسه قايم الاديشنال يقوم ياخد كوبي وبعد كده اي حاجه تحصل بقى كل 180 دقيقه. ده لو الاثنين في ديفرنت سايتس انما في الكيس بتاعتنا دي الاثنين دول ان ذا سيم سايت فالريبليكيشن هيتم وقت. يعني هشوف دلوقتي لما كاريت يوزر هنا هتروح تلاقيه في الاديشنال على طول. عملت ريسيت الباسورد هنا لو حصل ديلي الديلي اقصاه 15 ثانيه. ماشي؟ معايا كده؟ وبينتج عن هذا الديلي دي مشكله فنحلها هنقولها مع بعض. ماشي؟ واحنا بنقول احنا بنشرح موديول ريبليكيشن. طيب يبقى كده المفترض ان انا بقى ايه؟ لو نزلت هنا على الاديشنال دي ان اس ما الاقيش الزون لان ما قلتلوش ريبليكيت لكل الدومين كنترولرز. قلت له انت هتريبليكيت للدي ان اس اللي معاك في الدومين. فاي واحد عنده دي ان اس عايز يعمل سكندري زون منك خير وبركه غير كده لا. ماشي؟ صح كده؟ طيب تعالى هنا كنترول بانل اد ريموت بروجرامز ويندوز كومبوننت
بس خلي بالك الراجل ده لما قام خد الزون فاحتمال نلاقيها. يعني الراجل ده اول ما قام كان الاوبشن متظبط ان هو يريبليكيت لكل الدومين كنترولرز فخد الابلكيشن بارتيشن فاحتمال مفيش دي ان اس شغال فما ينزل. هو بالظبط هو محتفظ بالمعلومه دي اول ما ينزل الدي ان اس. ماشي تعال نشوف بقى كده ادي دي ان اس. لازم طيب ماشي هنزلها مش فاكر افتح بقك ايدك لا ودي على الكيبورد بقى قوي لازم يعني انزل فيه مور تول او ممكن اعمل ريستارت المكنه على طول وده مع يعني اسهل من اني انزل بصراحه البيه ماشي كنسل هو بس كده خلاص ماشي ركز معايا بس ركز معايا تعال نفتح الدي ان اس هنا خدت بالك من حاجه اوتوماتيكالي لقيتها ليه هو لما قام خد كوبي من الابلكيشن بارتيشن صح كده ما خد كوبي من الابلكيشن بارتيشن عمل ايه لقى ان في ابلكيشن بارتيشن مكتوب في زون اسمها اي بي سي دوت لوكال احتفظ بالمعلومه دي عنده وما اعرفش يعني اي بي سي دوت لوكال انما وانس انك نزلت له دي ان اس فهم على طول طب انا دلوقتي قايل ان هو ما يعملش ابلكيشن دلوقتي بقى خلاص بقى مش هيعمل 180 دقيقه لو عدى هيمنع الابلكيشن ما فيش 180 دقيقة دول مع بعض في نفس السايت ريبليكيت وقتي ماشي مفهومة وده الصح يا جماعة انك انت هناك هتحط دومين كنترولر في اسكندرية بس ولا دومين كنترولر ودي ان اس كمان دي ان اس عشان يريزوم صح طيب يبقى اذا الابلكيشن بارتيشن كمان حصل له ريبليكيت صح كده بس الطبيعي بقى انك انت تعمل ايه تيجي هنا على الدي سي تيجي هنا في الدي ان اس دي المكنة الأصلية صح؟ ده الدومين الأصلي بالظبط كده وتتشينج هنا تقول له ايه ريبليكيت لكل الدومين كنترولرز اعملها في شركات كتير ماشي؟ معايا كده؟ كده أي حاجة هتحصل هنا هتسمع هناك برضه معايا كده؟ يعني
ماشي. طيب يبقى كده ادي الدومين كنترول اديشنال بصوره تبقى الاصل لحد دلوقتي من البرايمري صح؟ تمام صح كده، بيقوم بكل مهام البرايمري. طيب عايزين نعرف بقى نتكلم ان ديتيلز عن اهميه الدي ان اس في عمليه الاوثنتيكيشن. طب الشمس الشغل لو انا دلوقتي عملت شوت داون للدومين الاصلي الناس مش هتقف؟ لا مش هتقف. طب عشان عندك مش هتقف لحد دلوقتي الناس مش هتقف. طب لو مش منزل دي لحد دلوقتي، طب لو مش منزل دي الناس، لا لو مش منزل دي الناس مش هتقف. فين الدي ان اس؟ لازم يكون في دي ان اس على اديشنال. ماشي. عايزك تقول لي الناس هتوثنتيكيت من اني دومين كنترولر فيهم. يعني انت كيوزر دلوقتي كيوزر ماشي، لما بتيجي تكتب اليوزر نيم والباسورد وتختار اسم الدومين مش تعمل اوثنتيكيشن؟ طب انا عندي دلوقتي اتنين دومين كنترولر، هتوثنتيكيت من اي دومين كنترولر فيهم؟ طب ما دلوقتي هما الاثنين ان ذا سيم سايت، يبقى هتوثنتيكيت من اي واحد فيهم صح؟ طب هو انا عشان اوثنتيكيت من الدومين كنترولر انا بستخدم انهي بروتوكول؟ الكيربروس. فاكرين كيربروس بتاع دي ان اس صح؟ الكيربروس سيرفيس ده، الكيربروس مين اللي بيدلني عليه؟ يعني دلوقتي قايم بالظبط كده، انا قايم دلوقتي عايز اوثنتيكيت، بسال مين؟ اقول له قول لي مين بتاع الكيربروس. بسال الدي ان اس، ما هو الدي ان اس هو اللي هي ريسورس لوكيتور صح، هو اللي من خلاله بوصل لنيم او اي بي او سيرفيس صح. انا بقول له ايه الدي ان اس؟ ما تعرفش حد هنا بتاع كيربروس نعمل منه اوثنتيكيشن؟ المفترض الدي ان اس هيديك تو سيرفيس ريكورد بتاع كيربروس لمين؟ للاديشنال والبرايمري. تقارن انت بقى ما بينهم وتشوف ايهما اقرب لك، مين فيهم اللي في السايت بتاعك وتروح تاوثنتيكيت منه، فاهم؟ طب تعالى نشوف الكيربروس ريكورد ده موجود فين. الباك جراوند طبعا اقل من ثانيه صح. طب لو انا بص دي ان اس هنا، بص شايف شايف هنا في سايتس، في سايتس انا عندي نصر سيتي صح، تي سي بي في كم كيربروس؟ اثنين كيربروس. شفت؟ يعني في السايت اللي اسمه نصر سيتي في اثنين دومين كنترولر مسؤولين عن الكيربروس، الاديشنال والدي سي. ما هو لحد دلوقتي اي واحد فيهم صح؟ طب افرض ان انا عايزه باي اوثنتيكيت من واحد معين. في لا عادي ممكن يكون الهاردوير بتاعه اقوى. ففي حاجه اسمها ويت، ويت هي الوزن. باي ديفولت الويت ده هو بيبقى 100، لو عليت الويت بتاع واحد فيهم يبقى هو ده اللي هيأوزنتيكيت منه الكلاينت. يعني عليته هنا هتيجي هنا في الويت عليته مثلا 200. طب انا هعمله ان هو معايا كده يروح للدومين كنترول. ماشي. ده الكلام ده انا بظبطه على انه على ايه؟ الكلام ده بظبطه على ايه؟ بظبطه عليه في ايه؟ على دي ان اس يا ابني، مش دي ان اس دلوقتي، بظبطه على دي ان اس في الاديشنال. بص يا حبيبي، بص يا حبيبي، بص يا جود ثانية واحدة. الكلاينت دلوقتي اي حلو كده، بيكتب يوزر نيم وباسورد، يروح يتشيك على الدي ان اس، يقول له انا عايز الكيربروس بتاعي. الدي ان اس هيبص هنا هيلاقي ان في اتنين بنفس الويت، فيعمل ايه؟ اي واحد فيهم فيروح مديله اي واحد فيهم. انما دلوقتي هلاقي اتنين بنفس الويت، بس اتنين نفس الريكورد بس ويت اعلى، فهيدي الكلاينت ده. دايما هيشاور للكلاينت على الدومين كنترولر ده. ماشي. طيب في حاجه تانية بتديفرنشيت ما بينهم غير الويت، في حاجه اسمها بريوريتي. بريوريتي شايف البريوريتي؟ البريوريتي هي نمبر 1 ده بتاع زي اللي هي بتاع البرنت. يعني لو خليت هنا دول 100 100 ده 100 وده 100 وجيت على واحد معين قلت له انت البريوريتي بتاعتك بدل 0 البريوريتي بتاعتك 1، يبقى اذا دايما الدي ان اس لما يرد على الكلاينت بالكيربروس سيرفيس ريكورد هيديله ده، هيقول له ايه؟ المكنه اللي اسمها دي سي، الاي بي اللي اسمه كذا، هو ده اللي انت تروح. طب لو قال لي واحد بريوريتي اعلى والتاني الويت اعلى، لا البريوريتي نمبر 1 في المعيار، حتى هي هتلاقيها في الاول. ماشي. طب
دي سي بقى وقع. حلو، يبقى الدي ان اس هيديله التاني. لا يبقى انت لازم تخش تقدت هنا. يعني ايه دي سي وقع؟ خلي بالك بص، مش ده حصل ده كده، بص مش ده حصل ابديتد هنا، مفترض ده هيريبليكيته وقتي صح؟ لو رحت هنا على المكنه اللي هي اسمها الاديشنال، فتحت الدي ان اس، هيريبليكيت وقتي في كل حاجه يا جماعه. ايوه ده جزء، ده لعب كده في الابلكيشن بارتيشن. الدومين الاصلي وقع، وانا عامل له اد في الدومين الاصلي، الراجل ده هيقوم من الاديشنال سايتس. ثانيه واحده، لسه ما حصلش ريبليكيشن. لو عملت ريستارت مفيش كده ابديت. لا سين سايت تعالى كده، تعالى بس مساعد بتاعي ممكن. لا 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 ممكن نعمل ريستارتاية بس ظريفة كده، ريستارتاية برضو طبعا. انا بقول بقى نعمل ريستارتاية جو ايه دلوقتي. دلوقتي انا مثلا يوزر عامل له ان هو يقوم من على الدي سي اللي هو الدومين الاصلي ماشي خلاص، عامل له البريوريتي بتاعته عاليه فهو بيروح بيبريزنتيكيت من عليها تمام، وقع بقى الدي سي ده. لازم تخش انت تاديت في الدي ان اس بنفسك، تقول له لا خلاص انا دلوقتي البريوريتي بقت للراجل اسمه الاديشنال، لان الدي ان اس دايما هيديك الاي بي ده، وانت دايما تروح له ما تلاقيهوش. لود بالانس والله مش هتفرق دي ان مش مع، لا هيديله ده او ده يعني، ما مش عارف هيديله ده او ده. فاهم يا سوني ولا صعب الكلام؟ شكرا. اه ايه خناقة يعني؟ لا لا ليه؟ عصابة صفت على الحل وبتاع المستر بيسر بجد والله؟ اه والله. محل فين؟ راجلين وفين ستات برضه المحل بتاع ال لكن الساعة كام الساعة 5 والله حرام وغبي. طيب غبي جدا. تعال نشوف بقى سمع في الاديشنال ولا ما سمعش. او ما سمعش هنجيب له نص مليون نسمة. مش هيسمع. ليه مش هيسمع؟ مش احنا قلنا له ما تسمعش. مين قال احنا قلنا له ما تسمعش؟ ظبطنا من البيرنت ما تعملش ريبليكيت على ال اهو سمع؟ بريوتي واحد يا ابني مش بيقوم اول اديشنال ده، ما بيقوم لازم يروح يريبليكيت الاربع بارتيشنز، يريبليكيت يريبليكيت دومين بارتيشن وكونفيجريشن وسكيما مع بعض ان ذا سيم سايت وابلكيشن. اي تعديل يحصل هنا لازم يتم هنا. انا لو ما كنتش عملت ريستارت وحسيت شويه كان حصل ريبليكيشن، بس انا عشان انجز تفهموا اللي شوفوه. فدلوقتي بقى حضرتك ايه؟ ها هبص تلاقي ايه؟ مكنه قايمه اوثنتيكيت، يروح يسال الدي ان اس فين بتاع الكيربوس الدي ان اس، يبص هنا في سايتس. اه احنا في نصر سيتي احنا عندنا اتنين بتوع كيربوس بس واحد البريوريتي اعلى، يروح للكلاينت ايه؟ دي سي. كل مره دي سي داخل عليه. ما ده اللي بيحصل. لكن لو سيبناهم يعملوا البالانس في الاثنين. اه مفترض. اه ماشي. صعب الكلام؟ صعب الكلام؟ طيب طب هو دي سي ده هو لما يجي يدي الكلاينت هيديله، هيقول له دي سي دوت اي بي سي دوت لوكال، ما الكلاينت هيرجع يساله تاني يقول له طب الاي بي بتاعه ايه؟ ما هو برضه هو اللي مسؤول عن ريزولفنج بتاع النيمز، هو هيديله الاي بي على طول. طب هيديله منين؟ مش دي سي ده هو اي مسجل هوست ريكورد عندنا هيديله الاي بي بتاعه. معايا؟ ايوه. صعب الكلام؟ لا. في مشكله كده؟ لا. ماشي؟ طيب تعالى بقى نشوف هنا، ادي الدي سي. تعالى كده بس اديك مثال على اللي بيحصل في الايه؟ في الدومين بارتيشن. هاجي هنا في الادمنستريتيف تولز تمهيدا للي جاي يعني. اضحك عليا يا جود. اضحكوا عليا. تعالى بص هنا.
تعالى في الانتجريشن هنا كده حرك كليك كده واقول له ايه نيو يوزر اسميه مثلا محمد الو جابر ام جابر مثلا انا كده بقيت فين مفترض الكلام ده يسمع امتى ليه ايوه الكلام ده صح ده كلام بتاع الانترفيوهات ده ماشي تعالى كده اما نروح هنا بقى محمد جابر ده مفترض يسمع انا بقيت فين لما بكريت اكاونت وانا على البرايمري بكريت اكاونت بقيت في الدومين بارتيشن صح كده مفترض يسمع في الاديشنال امتى في نفس الوقت ليه عشان هم في السيم سايت طب ما ده اللي احنا بنقوله ايه رايك زي الفل ماشي عملت ريسيت للباسورد هنا وقتي ماشي اذا مش شرط ان الدومين كنترولر يكريت علشان خاطر يلود بالانس يلود بالانس عمليه الاوثنتيكيشن لان ممكن ها اخلي واحد البريوريتي بتاعته اعلى انما لو انا عملت ايه ها لو خليتهم بنفس البريوريتي ونفس الويت هيلود بالانس عمليه الاوثنتيكيشن ماشي اما الهدف منه ايه بقى لما هدف منه ايه الهدف منه ان انا اعمل ريدندنسي وفره مش شرط يكون عشان خاطر الود عمليه الاوثنتيكيشن عشان خايف لو واحد وقع تاني يعني بس لازم اخش ايديت بقى واخد بالك من حاجه واخد بالك ان الداتابيز هنا ريد اند رايت وهنا ريد اند رايت دي مختلفه عن الانتي 4 الانتي 4 كنت بعمل برايمري دومين كنترولر وبعمل منه باك اب مش اديشنال الباك اب ده كان ريد اونلي يعني ايه يعني اي حاجه عايز اعملها كنت بعملها على البرايمري وهو يريبليكيت للباك اب انما هنا انا ممكن اقعد على الاديشنال نفسه الاديشنال نفسه ودلت محمد جابر ده صح كده ادي ريد اند رايت اهو انا كده بكتب كونفيجريشن اهو صح كده لو رحت على البرايمري عملت ريفرش هيطير حالا طار فاذا انت ممكن تعمل ابديتد على اي واحد فيهم ونتيجه ان هم ان ذا سيم سايت هيريبليكيت وقت سواء دومين بارتيشن سواء ابلكيشن سواء سكيما سواء اي حاجه ثانيه كونفيجريشن صح كده مفهوم الكلام لحد دلوقتي ولا صعب صعب انا كل ده within the same domain ماشي طيب يبقى حد كده يقدر يقول لي ايه الفروق ما بين التو دومين كنترولرز دلوقتي انا مش شايف اي فروق اليوزرز ممكن يوثنتيكيتوا من ده او من ده لو دول لو ليهم ذا سيم بريوريتي اند ذا سيم ويت صح ممكن تاديت في الدومين او السكيما او الكونفيجريشن او الابلكيشن بارتيشن هنا او هنا صح يبقى اذا لو قفلت اي واحد فيهم التاني سداد صح معايا كده افرض الاولاني اتحقق عايز اخلي التاني هو القيم ما احنا هنشوف ولحد دلوقتي لو الاولاني اتحرق التاني برضو موجود بس لسه قدام شويه هنشوف لا ان الاولاني ده بيفرق في شويه حاجات بسيطه كده تمام مختلفه عن الاديشنال فلو عايز اخلي الاديشنال هو البرايمري لازم الحاجات البسيطه دي انقلها على الايه الاديشنال هنشوفها مع بعض قدام ماشي حتى لو الثاني واقف خالص لا واحد فيهم بيلعب برايمري والثاني اديشنال معايا كده صعب الكلام ايوه ينفع ان لو الحاجات ايوه ينفع لا ما ينفعش ماشي حلو كده صعب الكلام الحمد لله